هل يجوز تأجيل الصداق ودفعه على أقساط مؤجلة؟ نعم، الصداق يجوز أن يدفع مرة واحدة، ويجوز أن يدفع على أقساط أو على قسطين، أو يكون منه مقدم ومنه مؤخر، لا بأس بذلك. نعم، لكن لا بد من أدائه، لا بد من أدائه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من أداء إلا إذا سمحت، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا سمحت فلا بأس. نعم.